وزارة الزراعة. طبعا معانا رؤساء القطاعات ورئيس مركز البحوث الزراعية في الوزارة، على أساس إن في متابعة للموضوعات اللي تم مناقشتها في الزيارتين. الزيارة الأولانية كانت إلى بروكسل في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي، وبمناسبة مبادرة الاتحاد الأوروبي في الزراعة والتنمية الريفية لدول الجوار. دول الجوار طبعا هي دول حوض البحر المتوسط، ومصر مشاركة في هذه المبادرة بعدد من الأنشطة. جزء منها جاري حاليا في العلاقات الزراعية الخارجية. النهاردة في دورة تدريبية للعاملين في وزارة التنمية المحلية في مجال تقييم ومتابعة المشروعات، وأيضا جزء آخر دورة تدريبية أخرى للعاملين في العلاقات الزراعية الخارجية قايم بيها معهد الدراسات العليا في البحر المتوسط في مونبلييه بفرنسا بالتعاون مع وزارة الزراعة. في الحقيقة إن المؤتمر الخاص بشراكة مع دول الجوار كانت فرصة جيدة إن احنا أولا نطرح فيه رؤيتنا واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ومدى تطابقها مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي في التعاون في مجال الزراعة مع دول الجوار. وكانت فيه إلى حد كبير اتفاق في وجهات النظر بين هذه الدول. طبعا الحاجة الثانية كانت لقاءات على هامش هذا الاجتماع. في وصلنا كمان قلنا في الاجتماع، أعطيت الحاضرين كلهم فكرة عن الدستور المصري الجديد وكيف أن هذا الدستور بيهدف إلى تطوير الزراعة وتحسين ظروف العمل بالنسبة للزراعة وإعطاء مميزات غير مسبوقة في للمزارعين والفلاحين المصريين. وهذه المعلومات تم استقبالها جيدا، وأعتقد أن كانت فرصة أن احنا نعرف المجتمع الأوروبي وحوض البحر المتوسط ممثلي حوض البحر المتوسط بهذا الموضوع. الحاجة الثانية كانت زيارة برلين في الأسبوع الأخضر. الأسبوع الأخضر عبارة عن مبادرة ألمانية بتعقد كل سنتين، بتضم وزراء الزراعة في عدد من الدول، وبتضم أيضا معرض كبير جدا لكل الأنشطة الزراعية بالكامل. طبعا على هامش المؤتمر تم العديد من اللقاءات. اللي حب أقوله أن في بالتحديد وزير الزراعة الألماني ومساعد وزير الزراعة الألماني اللي هو وزير الدولة للزراعة في ألمانيا، بالإضافة إلى وزير الزراعة الفرنسي بالتحديد، كان لهم استجابة إيجابية جدا لنتائج الدستور، لأن وقت ما كنت هناك أعلنت نتائج الدستور وكان لهم استجابة كبيرة إيجابية لهذا. وكان التعبير الخاص بيهم هو إن مصر حطت قدمها على أول الطريق ناحية الديمقراطية. طبعا في عدد من المقابلات تمت على هامش هذا اللقاء.
كانت مع العديد من الوزراء، وجهت الدعوة لعدد من الوزراء اللي أبدوا استعدادهم لذلك لزيارة مصر، منهم الوزير الألماني والوزير الفرنسي والوزير القبرصي. وبالطبع توجهت لنا الدعوة منهم ومن الوزير الجزائري، لأن هيكون في اجتماع في الجزائر خاص بمنظمة سيهام، وهي اتحاد مراكز معاهد البحوث الزراعية للدراسات العليا في البحر المتوسط، ومن الوزير القبرصي لتفعيل اتفاقيات التعاون السابق توقيعها بين مصر وقبرص، ومن وزير أو المسؤول رئيس وفد البرازيل. بالنسبة للبرازيل تم عقد اجتماع موسع لتنشيط فكرة التعاون الوثيق بين مركز البحوث الزراعية وبين إمبرابا اللي هو المركز الوطني البرازيلي للبحوث الزراعية. وهنا بنكلف رئيس مركز البحوث الزراعية أنه يتعاون مع العلاقات الزراعية الخارجية في سرعة الدعوة لوفد من البرازيل لزيارة مصر للاطلاع على الأنشطة اللي اقترحناها خلال هذه الجلسة، وأيضا لتفعيل فكرة طلب البرازيل السابق بأن إمبرابا أو مركز البحوث البرازيلي يعمل فرع في القاهرة. فرع مركز البحوث البرازيلي في القاهرة هيكون له فايدة كبيرة، لأن البرازيل لها دور كبير في تطوير الزراعة في أفريقيا وخصوصا بالتعاون مع الصين، ووجود مصر في كحلقة وصل بين أفريقيا وبين البرازيل والصين ممكن أنها تفيد كتير جدا في الوضع السياسي وفي البحث العلمي وفي العائد على الاقتصاد الزراعي في مصر بصفة عامة. طبعا احنا في كل الحالات الكلام اللي بنقوله بنطلب من السادة رؤساء القطاعات اللي موجودين معانا في انهم يبدأوا فورا في تنفيذ الاتفاقيات اللي موجودة هناك. في الكلمة الختامية اللي قلناها في بروكسل يعني وضحنا أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في عملية التحول الديمقراطي وفي تنفيذ خارطة الطريق، وأعتقد أن دي لاقت استحسان كبير من كل الحاضرين تقريبا. التنمية الريفية الشاملة محور من المحاور المهمة لإيجاد فرص عمل للشباب وتوفير الحياة المناسبة لهم، وهنا هيكون الزراعة والتنمية الريفية واحدة من أولويات مصر اللي ترسل من وزارة التعاون الدولي إلى سكرتارية الاتحاد الأوروبي، بحيث أن احنا نقدر نحصل على دعم فني ومالي في مجالات التنمية الريفية. أيضا في تم مناقشة العديد من اتفاقيات التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وبين مصر ومعهد الدراسات العليا في مونبلييه بفرنسا، وتم الاتفاق على وضع بروتوكول للتعاون بين أحد المعاهد أو الجامعات المصرية وهذا المعهد لمنح درجة ماجستير دولية تتناول ظروف الزراعة في المناطق القاحلة والمناطق الصحراوية. ودرسنا معهم إمكانيات تمويل هذه المبادرة، وفي الشهر القادم هيكون في اجتماع مشترك ثنائي علشان نقدر ان احنا
نسعى في تنفيذ هذا المقترح. أيضا وضحنا أهمية التعاون بين دول الجنوب ودول الجنوب الأخرى، بمعنى التعاون بين الدول الموجودة جنوب البحر المتوسط بينهم وبين بعض، والوصول إلى نوع من التقارب والتفاهم بين هذه الدول في الاستراتيجيات وفي الاستراتيجيات الزراعية وفي نظم تبادل التجارة الزراعية وأنظمة الحجر الزراعي وأنظمة الحجر البيطري وخلافه. وكل ده بيسهل كتير على كل هذه الدول إنها تتصل تجاريا وزراعيا مع الاتحاد الأوروبي. أيضا أثيرت نقطة مهمة وهي الاهتمام بالتصنيع الزراعي ورفع القدرات التسويقية للمزارعين، لأن من الواضح أن المزارع في دول جنوب البحر المتوسط بيعاني من مشكلة وصوله إلى الأسواق بالصورة المناسبة، ومن هنا في عدد من البرامج اللي تم التفكير فيها وحنبدأ في صياغتها وتقديمها للاتحاد الأوروبي بالإضافة للبرامج القائمة فعلا. أيضا اتكلمنا في موضوع رفع كفاءة القدرات البشرية للعاملين في قطاع الزراعة. طبعا احنا ملاحظين ان وده شيء على الجانب ان هناك العديد من نقاط الضعف في الاداء الاداري لوزارة الزراعة، حاولنا ان احنا نعدل في الفترة الماضية، واعتقد انه بعد الدستور ان الحكومة يجب انها تأخذ خطوات اوسع في عملية الهيكلة الخاصة بالادارات والقطاعات في الوزارة واعادة صياغة الاولويات، ويمكن النظر ايضا في قدرات القائمين على هذه الادارات، يجب ان احنا ننظر لها بكل الاهتمام ونتحرك في اتجاهها. مطلوب من الادارات المختلفه في وزاره الزراعه ان كل كلمه اتقالت في التقرير اللي موجود قدامنا هتتاخد لاجراءات تنفيذيه. لو جينا للمخرجات الخاصه بالرحلة، فهناك الموضوعات اللي قلناها بالإضافة إليها علينا إن احنا نفكر في التعاون المهم في أكتر من مجال. في الهندسة الزراعية مطلوب منها إن احنا نتصل بالجهة البحثية الألمانية اللي تم مناقشتها في استغلال قش الرز من ناحية الاستخلاص الخاص بالمواد ذات الطبيعة المنتجة للطاقة من القش، ودي بتكون على شكل سوائل أكثر كفاءة في الطاقة وأقل تلوث للهواء. فالنقطة دي في غاية الأهمية، بدلا من استخدام القش زي ما هو أو في شكل مضغوطات أو حبوب مضغوطة، ممكن أن احنا يبقى مستخلص منه بيشبه الديزل في الشكل وفي القوام وكل شيء، وبيستخدم في توليد الطاقة بشكل جيد. أيضا استخدام المخلفات الزراعية كعازل في المباني أو كمادة للمباني بصفة عامة، ده موضوع مهم بالنسبة للهندسة الزراعية. أيضا اتكلمنا على إمكانية أن قطاع الميكنة يقوم بتطوير آلات مناسبة لنمط الزراعة الموجود في مصر والمحاصيل اللي موجودة في مصر، لأن احنا بنعاني من ان يعني محاصيل جني القطن مثلا الى الان لم تتطور
بالشكل اللي يناسب الأصناف المصرية ولا طريقة الزراعة المصرية، الموضوعات الخاصة بالزراعة على مصاطب ما الآليات بتاعتها مش متطورة بما فيه الكفاية، النو تيلج أو مينيمم تيلج إكويبمنتس أو اللي هي الأدوات اللي بتستخدم في تقليل معدلات العزيء وإجراء الزراعات في هذا الموضوع. ففي العديد من التطبيقات اللي ممكن إنها نستفاد بيها. بس نبص كمان في موضوع الطب البيطري، في عدد من الموضوعات تمت أثناء اللقاء مع مسؤول الطب البيطري الألماني، ويجب ان احنا نستفيد من التجربة الألمانية في تطوير الطب البيطري وسلامة الغذاء او الأغذية المنتجة من الزراعة. من الواضح ان ألمانيا واحدة من الدول الكثير مسؤولية سلامة الغذاء منوطة الى وزارة الزراعة. عدد كبير من الدول فيها هذا النظام، ومن هنا علينا إعادة مراجعة قانون سلامة الغذاء في ضوء قواعد الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا، علشان نقدر لما نطلع قانون جديد. القانون ده المسودة بتاعته متداولة من سنة 2007 يمكن أو 2008، ولم تعتمد إلى الآن ولم تقدم إلى البرلمان إلى الآن، وأعتقد أنها تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى، لأن المنطق الخاص بإسنادها إلى جهة أعلى من وزير معين بتبقى عليه اعتراضات كتير، لأن رئيس الوزراء لو أسندت إليه هذه الجهة فسوف يكلف بها وزير تاني فيبقى هي، وبالتالي يجب ان احنا نعيد دراستها. كمان قواعد الاستيراد الخاصة بالحيوانات وخصوصا الحيوانات صغيرة السن، بحيث ان احنا نوفي احتياجات السوق المصري من اللحوم من مصدر جيد، فيجب ان احنا نعيد دراسة هذا الموضوع بحيث ان احنا نقدر نستورد العجول الصغيرة السن اللي هي البتلو، الناس اللي لها طلبات خاصة في هذا الموضوع، في نفس الوقت نقدر ان احنا نعمل عملية التسمين او تربية مواشي اللحوم في مصر، وبالتالي نقدر ان احنا نوفر جزء كبير منها، والأعلاف موجودة في دول أخرى، ومن هنا نقدر ننشئ صناعة للحوم مشابهة لصناعة الدواجن اللي سبق إنشائها في مصر، واللي كانت الدواجن في مصر معظمها مستوردة في السبعينات، النهاردة بنتجه إلى أن احنا نكون مصدرين للحوم والدواجن. أعتقد أن بنفس الأسلوب ممكن جدا أن احنا نسعى للاكتفاء الذاتي من اللحوم عن طريق إنشاء صناعة يقوم بها القطاع الخاص، ونعمل التيسيرات والتشريعات اللازمة اللي تقدر تخليه يستورد الحيوانات الصغيرة ويعمل breeding stock أو يعني نوع من القطيع التربية اللي يمزج بين الصفات الجيدة الإنتاجية العالية للأصناف الأوروبية مع السلالات المحلية المتأقلمة مع الظروف بتاعتنا. وأعتقد أن الطب البيطري في هذا هيئة الخدمات البيطرية مع قطاع الإنتاج الحيواني ضروري يقوموا بدورهم في هذا المجال. بالنسبة للزراعة والتنمية الريفية عنصر من العناصر الأساسية في استراتيجية مصر بصفة عامة، في الحقيقة أنها أيضا واحدة من الأولويات الكبيرة اللي العالم مهتم فيها، خصوصا الاتحاد الأوروبي مهتم بها. الزراعة والتنمية الريفية بتتضمن ليس فقط الزراعة
ولكن يتضمن أيضا وزارات عديدة واختصاصات عديدة: التنمية المحلية، الإسكان، الصحة، التعليم، وعديد من القطاعات الأخرى المتداخلة مع مفهوم التنمية الريفية. التنمية الريفية متكاملة بتتدخل فيها كل هذه الوزارات، وعلى هذا الأساس أعتقد أنها تعتبر واحدة من أهم أولويات الحكومة المصرية. احنا بنطلب أن هذه الأولوية ترسل إلى الاتحاد الأوروبي، بحيث أن احنا وفقا لما تم مناقشته معهم نقدر نحن نصيغ العديد من البرامج التنموية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لظاهرة التكدس السكاني والحاجة إلى البناء على الأراضي الزراعية، اتفقنا مع معالي وزير الإسكان على أن احنا نبدأ في تفعيل خطة إنشاء القرى الظهير الصحراوي. قرى الظهير الصحراوي تقدر انها تمتص التعداد الزائد من السكان، وتقدر انها تضع بديل للبناء على الارض الزراعية. وفي هذا المجال في دراسة حاليا للاسراع في تنفيذ عدد من القرى في 3 محافظات: الجيزة وبني سويف والمنيا، وجاري دراسة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، بحيث ان احنا نستغل ما تم اقامته سابقا وبسرعة في تنفيذ شيء نقدر ان احنا بعده نضع المخطط الكامل اللي هو بيتضمن ما يزيد على 400 قرية في الظهير الصحراوي موضع التنفيذ. اولا بهني المصريين جميعا بالدستور، والفلاحين خاصة لأنهم العمود الفقري لهذه البلد. والحاجة الثانية أن طبعا بيكون في حاجة اسمها ميموراندم اوف اندرستاندينج، اللي هي عمليات اتفاقيات بيننا وما بين الجهات، سواء جهات توأمة بيننا وما بين مثلا بعض. الاتحاد الأوروبي عمل توأمة معنا مثلا، على سبيل المثال هو عمل توأمة قبل كده مع الطب البيطري، عمل توأمة مع الحجر الزراعي، احنا دلوقتي في لقاءها هنعمل توأمة إن شاء الله بالنسبة لسلامة الغذاء والثروة الحيوانية، خاصة القطاعات التنمية فيها. الحاجة الثانية ان احنا ده بالنسبة للاتحاد الاوروبي. بالنسبة للتعاون بيننا وبين المانيا على سبيل المثال، هيكون بيننا اتفاقات مشتركة بيننا وبينهم مباشر، وده اللي قاله مع الوزير لوزير زراعة الالماني، ان احنا هيكون بيننا تعاون مشترك في موضوعات متعددة اتكلم فيها مع الوزير وقالها معاكم النهاردة، منها التوأمة في موضوع حديقة الحيوان اللي حضراتكم شفت العرض، ومع الوزير زارها بنفسه واحنا روحنا وزورنا عشان نشوف الفرق ما بين هنا وهنا وايه التطوير اللي ممكن يتم. وزي ما حضرتك شفت ان برلين دي برضو حديقة الحيوان في وسط المدينة، ومع ذلك هم ما شالوهاش لانها رئة للمكان، لكن عملوا حديقة تانية في منطقة تانية ابعد على اساس يبقى فيه متنفس في اكثر من مكان لحدائق الحيوان. وهو ده اللي المفروض هيتعمل. التطوير الحالي ولما نبني على اسس علمية وتقنيات عالية زي ما حضرتك شفت في الفيديو اللي احنا جبناه من المانيا. هل في اتصالات بالفعل تمت؟ هل في تيجي قريب مصر يعني لتفعيل الحقيقة احنا بنعمل خلاص دعوة لوزير الزراعة الالماني، ووزير الزراعة الفرنسي طالب برضو يجي مصر، ودي حاجة كويسة لانهم ما سمعوا على الدستور قالوا ان خلاص يعني خارج الطريق ابتدت، وان هم ممكن يجوا مصر في الايام اللي جاية. الاتحاد الاوروبي مع الوزير كان عامل لستة بالمتطلبات، ودي بتتاخد في الاعتبار. هيجي لنا لجنة من عندهم قريب تيجي ندرس نعمل ازاي، ايه هو المشروع نعمله بصفة مشروع، يعني احنا اللي قدمه على الوزير عناوين لموضوعات هامة، ازاي احنا نقدمها بقى في صورة مشروع. هيجي لنا وفد تقريبا الشهر القادم، وحنعمل الدوكمنت ونقدمها للاتحاد الاوروبي ان شاء الله.